ليست مقبرة عادية. هنا لعالم الموتى الراحلين حكاية فريدة ورهيبة حولت المكان إلى أشبه بأسطورة. إنها مقبرة هايغيت في العاصمة البريطانية لندن. مقبرة هايغيت هي من أهم المعالم التاريخية ببريطانيا. بنيت هاي المقبرة عام 1839 بالعصر الفيكتوري، وبنيت معظم العمارة اللي موجودة بهاي المقبرة بنيت على الطراز القوطي أو ما يسمى بالغوثيك. هنا دفنت شخصيات تاريخية شهيرة من عالم السياسة والفن والأدب، ولعل أبرز الراقدين في مقبرة هايغيت المفكر والفيلسوف الألماني كارل ماركس والروائية ماري آن كروس. Not a lot actually. I've heard people hearing stories. I haven't heard the stories myself, but I think it's part of the myth, you know, of a sort of a that makes it such a special place, you know. الروايات والسرديات حول المقبرة تجاوزت مشاهير الواقع ودخلت إلى عالم الخيال والأشباح ومصاصي الدماء. ومن الروايات ظهور رجل قرب المقبرة يتجاوز طوله المترين، يلبس معطفاً أسود وله أنياب. خرج من البوابة ليلاً وكاد أن يهاجم فتاة كانت تمر في المكان، لولا أن سيارة بضوء ساطع جاءت في الاتجاه المعاكس فخاف من الضوء وركض عائدا الى المقبره. As far as I know it was built in the early 19th century because there was a lot of overcrowding in terms of dead bodies in London. بنيت المقبره في عام 1839 بطراز مهيب، ولكل قبر تصميم خاص ورمزيه تختصر حياه صاحبه. كل ذلك جعل مقبرة هايغيت مقصداً للزوار والسياح لمشاهدة قبور المشاهير وإشباع الفضول لمحبي الأماكن الغريبة والمخيفة. مقبرة هايغيت هي مكان كتير معروف ومحبوب بين عشاق السحر والتنجيم والخرافات والأشباح بهيدي المنطقة هون بلندن. أول شخص دفن بهاي المقبرة كانت امرأة تدعى إليزابيث جاكسون. إليزابيث كانت مرأة من منطقة معروفة هون من السكان المحليين بلندن من منطقة سوهو. مساحة المقبرة حوالي 37 فدان، وتم دفن أكثر من 170 ألف شخص بهي المقبرة اللي موجودة بشمال لندن. And I think during the industrialization period, the mass expanding of London as a city meant that there were just all this sort of these piling up of dead bodies. So there was an act of parliament, I think, in the 1830s to create four big cemeteries in London. So this is one of them, Highgate Cemetery. They created the West Side first, and then a few years later created the East Side. And ever since they've been interning people, that's the broad history that I'm aware of. الحضارة الفيكتورية كانت متأثرة جداً بالثقافة المصرية، لهيك منشوف في الهيكل المصري والدائرة اللبنانية اللي تم بناءها على نفس الطراز المصري. هون الهيكل المصري، في هذا الهيكل المصري منشوف قوس كبير ندخل منه إلى ممر جانبي. بهذا الممر يوجد 16 قبر بهول القبور تم دفن أغنى العائلات في بريطانيا.
مقبرة هايغيت في كتير من القصص الغريبة اللي بيتداولوها السكان المحليين بلندن. في قصص غريبة عجيبة، في من ناس بيحكوا انه في ارواح منتظمة بتجي لهون بشكل منتظم، فصارت الناس اللي ساكنة حوالي المقبرة بتسميهم باسماء، صاروا يطلقوا عليهم اسماء عقد ما اعتادوا على وجودهم. في ناس تانين كانوا يقولوا انه في شياطين ساكنة بالمقبرة وعيونهم حمراء، وكانوا يتطلعوا على الناس اللي يمشوا حوالين المقبرة من وراء السور. So today I came to visit the Highgate Cemetery East because I was fascinated to visit the tomb of Karl Marx, because I was hearing about him a lot from India. So I was very fascinated, and I was very fortunate to visit, pay respect to him, and take a photo from the place. And now I'm going through the guide, like looking for the legends here who are in rest. So being very sincere, this is my first time, and I just googled it and I found it. So I do, because today it's a sunny day, so I took the decision, just got into the bus and I came here. Yeah, so I have no prior knowledge about the cemetery, but when I look into the carvings, I feel like this is a place where legends are in rest. I've come down today especially to visit Highgate Cemetery. I have an interest in family history, and I love going around graveyards basically and reading the stones, because you get so much family history, not personal family history, but family history of others from the stones. So I expect it to be beautiful, but I was just amazed by the buildings. It's the buildings that I think are beautiful, all the tombs, and actually the opulence, I guess, of it, because obviously years ago the money that was spent on those tombs is phenomenal. I mean, there's a tomb in there that's a new one that must have cost 30 million that's only just been built, and it's incredible the amount of money people would spend on tombs. هذا الكلب اللي هون هو اسمه ليون، وبيعود لصاحبه توماس سايرس. توماس كان ملاكم من الطبقة العاملة ببريطانيا، كان محبوب كتير، وبجنازته طلع آلاف المعزين، آلاف وآلاف من المعزين، بس اللي كان عم يترأس هاي الجنازة ما كان لا مرته ولا بنته، كان الحقيقة كلبه المحبوب لايون. ولايون حط تمثاله هون لحتى دائما يبقى معه ويحرسه. مقبرة هايغيت هي معلم سياحي بيجذب كتير من السياح اللي بيجوا على لندن. هي كمان قريبة من مناطق سياحية ثانية مثل بارلمنت هيل، الهضبة المشرفة على كل لندن اللي بتشوف منها العاصمة كلها. الحكومة كتير بتعتني بمقبرة هايغيت. مرت فترة تم إهمالها لمقبرة هايغيت بال 1960 وتم تسكيرها وإهمالها، والحقيقة أنه تحولت كل النباتات الحلوة اللي بنشوفها هلأ لغابات من الأشجار والنباتات الورقية، وأهملت هاي المقبرة كتير. For me, it's the history, and the history, like the social history of the people who are buried here, and thinking about how they lived and died and their families and what happened in their lifetime. So it's social history for me, but which you can pick up from the graves. So that was interesting, and to see what the early coffins look like and what they're like now, and the ravages of time and what that's done to a coffin now. How much like the Victorians spent on a coffin, that was, you know, been a huge amount of money for them to spend, but the workmanship behind that coffin, and you know, who was involved in the number of people involved in a death, and how it was perceived by the family. من أغرب القصص اللي بتداولها الناس حول مقبرة هايغيت هون هي قصة مصاص الدماء أو الفامباير. هذا المصاص الدماء كان عبارة عن رجل نبيل من نبلاء العصور الوسطى، وكان يمارس السحر الأسود برومانيا، وبيقولوا أنه بعد ما مات أتباعه والناس اللي كانت تؤمن بسحره جابوا جثته على إنجلترا ودفنوه بهاي المنطقة.
بس هذا الشيء كان بالقرن ال 18، وبعد قرن واحد بالقرن ال 19 بنت هي المقبرة بنفس المكان بالصدفة. There are rumors about what I talked to you about earlier, Highgate vampire. The Highgate vampire who was supposed to have been sighted walking up and down Swains Lane. And I think in the 70s there were two investigators that spent their time trying to find the vampire in the cemetery. وبيحكوا كمان انه لما بيكون مصاص الدماء بالمقبرة وعم بيعمل سحره بتصير فجأة في هبوط بالحرارة بدرجات الحرارة وبتوقف الساعات. في كتير من الناس المحليين كمان بلندن بيقولوا انه هذا مصاص الدماء كان يقتل الثعالب لانه كانوا يلاقوا جثث لثعالب كتير ميتة بالمقبرة. But apart from that, I don't know of any paranormal activity or any ghosts or anything like that. Though I presume that there are, because there's so many dead people here. But I've never seen anything. ممكن الواحد يتساءل انه ليش السياح اللي بيجوا على لندن بيزوروا مقبرة هايغيت، انه ليش بيزوروا مقبرة؟ بس الحقيقة انه مقبرة هايغيت هي أكثر من مقبرة، هي مكان أول شيء رائع بجماله، الطبيعة حلوة كثير فيه، العمارة اللي فيه حلوة كثير، ولما بتدخل على المقبرة نفسها بتحس بشعور بالرهبة، بس في كمان شعور من السلام، كثير صعب وصفه بس في شعور من السلام. As we are all human beings, and as I believe, because we are born here, so this is a process of the nature. So this happens to not only to human beings, this happens to animals, plants, everything in the world. So even to the rocks, everything happens. So I feel it's a part and parcel of the. So rumors might be there, but I appreciate that because that's it will attract a lot and more people to this Highgate, and I think this the Highgate Cemetery is ticket. So for the maintenance. So I think it should attract more people, and when the people come here, they feel the importance of life, because when they come here and when they look around, they can reflect like the importance of life, and the, like that will polish the present living individuals to do good more for the humanity. As of now, I'm not feeling anything of unusual, but if I feel something, I'll run home. The myth was created, but then people perpetuated that myth, and then it was a money-making racket, I think. We have a grave here in Highgate Cemetery. It's been here, my grandfather, in 1940. He passed away. He was in the music hall and the theatre in his younger days. Where I first came up here, my mother brought me up here to my grandparents' graves when I was one. I'm now 75, so I've been here for 74 years, up on and off. There's many things you don't know. There may be ghosts, I don't know. As I say, when I worked in London, I worked in a very old building, a very old shop, just off of Bond Street. And I swear we had ghosts in that building. The building was from 1772, 1773. There are rumors about what I talked to you about earlier, Highgate vampire. The Highgate vampire who was supposed to have been sighted walking up and down Swains Lane. And I think in the 70s, there were two investigators that spent their time trying to find the vampire in the cemetery.
Here, I don't know, there is a very strange story about the cats. I think it's in the grave just up the top of the rotunda there. And the man died and his cat used to visit his grave every day. And then the cat died, and I saw the cat, but it was an illusion. It was my imagination. هاي القطة اللي هون موجودة على قبر امرأة اسمها أنا كلاير بوتيل، وتوفت بشكل مفاجئ بعمر 31 سنة بسبب نزيف بالدماغ. ونقشوا على حجر القبر عبارة مفادة The beautiful cat endures، اللي معناها القطة الجميلة تدوم. وهي العبارة بالحقيقة مأخوذة من نقش موجود على حجر قديم عمره 3000 سنة وجد بمصر، وهذا الحجر كان مكتوب عليه القطة الجميلة التي تدوم وتدوم. فبسبب حبها لأن للطبيعة، كانت شخص محب جدا للطبيعة، فلذلك كرسوا أهلها بالذات أختها هذا القبر لذكراها، وخلدوها بوجود هاي القطة الحلوة النائمة على قبرها. The guide was saying that there's a lot of damage. There's natural damage, because obviously there's damage, you know, with the earth subsiding and things, but there's an awful lot of damage created by people, and I think that's really, really sad that people can come to a beautiful place like that and create all that damage. It's really sad, especially when they're looking for something that actually probably, hopefully, doesn't exist, a vampire, and wouldn't find it anyway in the daytime. So yeah, so it's really sad that people can do that. What was sad really was the damage that was done by the people who were looking for the vampire. They damaged a lot of, you know, the gravestones and the graves looking for the vampire, and they did a lot of damage, which was sad really. I've heard of it from the like YouTube videos and all from when I was in India, and so I was very curious about it. Like, and when I came here, when I was observing the writings on each and every one, and everyone has left a positive or kind of a positive effect in the humanity, not in a small place but on a global perspective. So like, I feel I am standing somewhere in between, like where the people who have some kind of positive influence on the world. Sometimes the families, they like to commemorate their loved ones who have died with something that represents what they did in their life while they're alive. So if someone was a musician and played the piano, then they might find a way to feature that on the grave. Or if they read lots of books, then they would have maybe something to do with books on the grave. So I think in that sense, people like to go slightly further beyond just the formal, just having a tombstone with the grave with just some engravings. هذا القبر لعائلة خوليو سبير، هي عائلة مرموقة ومعروفة كانت بالزمن القديم، والشيء اللي شفته جوا كان تمثال لطفلة صغيرة محمولة بإيدين ملاك. هاي الطفلة هي بنته لخوليوس واللي تدعى آدا. آدا ماتت وهي عمرها 8 سنين فقط، فشكلهم عمل هالقبر الانفرادي الخاص لعائلة خوليوس، بس انبنى بالأساس ليحتضن الطفلة الصغيرة اللي ماتت بشكل مفاجئ بعمر صغير. أول مرة زرت فيها مقبرة هايغيت كانت حتى أشوف قبر كارل ماركس، وانصدمت لما عرفت إنه المقبرة كتير كبيرة وفيها قبور لشخصيات كتير معروفة ومشهورة. ما كنت بعرف بهالشي من قبل، وأول ما دخلت عليها حسيت بشعور غريب. بعد ما المنطقة كبيرة وحلوة، بتحس برهبة أول ما بتدخل على مقبرة هايغيت. بعدين بلشت أسمع كتير من الجيران ومن الناس المحليين عن القصص الغريبة المرتبطة بهي المقبرة، وهذا الشيء خلاني أصير أقرأ أكثر عن الموضوع وأعرف أكثر عن تاريخ هي المقبرة.
I think people are interested in how things were, because you look at the world of today and where are we going? You know, where are we going in life? And well, I'll be here when I go. I'll be the last one here. Then I'll be the sixth one here. For me, it's a place of intense historical interest, and I think it's almost a bit of I think when you come to this area, you come to the cemetery, you come to Waterlow Park, you're walking into a place which is very well historically documented. I think it's also a very affluent area, and it always has been. Yeah, I mean, it says there's a lot that sort of jumps out at you about the place, a lot of interest to be had. Like, I will be able to like study the past, analyze the present, and predict the future. That's what is the end result of as a historian. ممكن الواحد يتساءل انه ليش السياح اللي بيجوا على لندن بيزوروا مقبرة هايغيت، انه ليش بيزوروا مقبرة؟ بس الحقيقة انه مقبرة هايغيت هي أكثر من مقبرة، هي مكان أول شيء رائع بجماله، الطبيعة حلوة كثير فيه، العمارة اللي فيه حلوة كثير، ولما بتدخل على المقبرة نفسها بتحس بشعور بالرهبة، بس في كمان شعور من السلام، كثير صعب وصفه، بس في شعور من السلام، يمكن لأنه في كثير شخصيات معروفة ومشهورة ومحبوبة دفنت هون، فبتحس انه كأنه هالمقبرة قدرت تأمن لهم الخلود لحتى الناس والمحبين دائما يجوا يزوروهم، وبنفس الوقت هالزوار والسياح اللي بيجوا بيزوروا المقبرة بيحسوا بنوع من السلام. مع انه في كثير قصص غريبه بنسمعها من جيران المقبره حول الارواح والاشباح اللي موجوده بالمقبره، مع هيك بتضل بتشوف انه في كثير ناس بيجوا على المقبره وما بيخافوا، مع انه في جزء من الناس بيقولوا انه تجنبوا انكم تجوا على المقبره بالليل، بيقولوا هذا الشيء خوفا من الاشباح او الارواح اللي ممكن تظهر للواحد بالليل. بنفس الوقت بنضل منشوف انه في كثير من السياح والاشخاص حتى من السكان المحليين اللي ساكنين بغير مناطق بعيد عن المقبره بيجوا بيزوروا مقبره هايغيت وبيتمنوا انه يشوفوا العماره الحلوه ويزوروا قبور الاشخاص التاريخيين اللي موجودين بالمقبره.